موقع خطير. جوجل بتضحي يا جدعان ومقدمالنا موقع قوي جدا ومجاني لمدة شهر. اول حاجة تدخل على اللينك اللي هسيبولك في اول كومنت مثبت، هتلاقي ظهر معاك بالشكل ده. هتبدأ تنزل سواء على الكمبيوتر او على التليفون، كل الطريقة واحدة، تمام؟ هتبدأ تيجي هنا تلاقي مكتوب المواقع المستخدمة، واضغط هنا بالشكل ده، هتدوس عليها. بعد كده هتنزل معلم، هتستنى حوالي 20 ثانية كده، وبعد كده هتلاقي اللينك فتح معاك. بعد كده تلاقي ظهر معاك بالشكل ده، تبدأ تروح على الانتقال الآمن الآن. تلاقي فتحت معاك الصفحة اللي انت شايفها قدامك دي. لو عندك حساب جوجل ممكن تسجل، ولكن انا اسجل بالحساب اللي انت شايفه قدامك ده، وبعد كده تدوس على continue with email. تلاقي فتح معاك كده وطلب منك الكود. بعد كده ترمي الكود هنا وتدوس على تستنى شوية، بقى كده تلاقي ظهر لك الواجهة دي. طبعا هنعلم علامة صح هنا، ونكتب هنا الاسم اللي احنا عايزينه، وليكن هكتب 5، وبعد كده ادوس على اجري. هيبدا بقى ايه يعمل لك زي تسجيل دخول كده، بيظهر لك الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي. طبعا الواجهه دي تقدر تستخدمها بشكل قوي جدا. عندك 30 يوم حاليا بشكل مجاني فري، تمام؟ اقدر اعمل فيديوهات كتيره جدا زي ما انا عايز. تعالى كده نجرب نعمل فيديو، فانا هرمي له البرومبت ده كده، وبعد كده اجي هنا عند العلامه دي واختار ايه يا معلم، اختار جنريت ا فيديو. بعد كده ادوس على ارسال. بعد كده هتلاقيه ظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تعال نشوف الفيديو مع بعض. طريقه زي ما انت شايف شغاله، هو زي ما انت شايف طلع معانا بكل سهوله. اخد حوالي 2 لـ3 دقايق، فما طولش جدا يعني، ولكن الفيديو زي ما انت شايف جامد جدا وبجوده قويه، واقدر احمله من هنا كده. وطبعا اقدر اعمل حاجات كتيره جدا، ولكن لو ما عنديش افكار اقدر اروح على ايه الموقع بتاعنا هنا كده، وادوس على ادوات اي اي مجانيه، بعد كده ادوات الذكاء الاصطناعي، بعد كده برومبتات، عندك برو او بلس، انا هختار البلس. بعد كده تيجي هنا وتكتب له اللي انت عايزه، وبكتب له النص اللي انا عايزه، وبعد كده بدوس على انشاء البرومبت السينمائي، وبعد كده نسخ، وبعد كده ارجع تاني وارمي البرومبت هنا وادوس على سبميت. وهو الفيديو التاني زي ما انت شايف بجوده جامده جدا، وده الفيديو التاني زي ما انت شايف ومفتوح براحتك خالص، تمام؟ وبعد كده بدوس على تحميل برده من هنا بنفس الطريقه، واقدر اشغله، وده الفيديو التاني زي وبجوده جامده جدا. طبعا انا عامل منه فيديوهات كتيره جدا، فاستخدمه قبل ما الفتره تخلص. فاحنا كده جربنا الفيديو، تعالى بقى نجرب الصور. كان في ناس كتيره بتسالني على الصور المصغره بعملها ازاي، فهقول لكم ازاي بعملها دلوقتي بشكل بسيط، وبعد كده اقول لكم ازاي بعملها في فيديو تاني اقوى من ده بكتير وبادوات اقوى من الاداه دي، تمام؟ فتعالى اقول لكم ازاي بقى بعملها. برفع له صوره خاصه بيا، تمام، بالشكل ده، وطبعا ببقى مجهز برومبت زي ما انت شايف كده. بعد ما تحمل معاك بالشكل ده كده، هتبدا تروح على العلامه دي، واستنى بقى وشوف النتيجه هتطلع معاك ازاي يا معلم. وزي ما انت شايف الصوره طلعت معاك بالشكل ده. طبعا هنا فيها شويه حاجات كده محتاجه تتظبط زي دي كده، فانا هظبطها، وهتلاقي الصوره دي هي صوره الغلاف الخاص بالفيديو اللي انت شايفه قدامك ده، فالفيديو هيبقى جامد جدا، تمام؟ واحنا كده جربنا الصوره معاك يا معلم. زي ما انت شايف الصوره جامده وجودتها اتش دي، طبعا اقدر احملها من هنا بكل سهوله. بس كده دي طريقه جامده جدا تقدر تعمل بيها الصور المصغره الخاصه بيك في خطوات بسيطه كده، تمام؟ وبس كده يا معلم، هو ده الموقع معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير، وشير كده مش مشترك، وما تنساش تكتب لي في الكومنت رايك في الموقع ده، وهل هو قوي ولا لا، ورايك هل هيستمر فتره طويله ولا هيقعد فتره محدوده وبس كده. واتمنى لو انت وصلت للمرحلة دي من الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك، وبس كده وسلام.